نادي النادي الاهلي ببطوله افريقيا لاول مره. بيركز ابو تريكا ويعملها برضه على مرمى الله بقى من ثواني بقولها نعملها. وكوره خطيره وكوره من وليد سليمان والهدف الثاني. لمست وليد على طول الكوره لمحمد ابو تريكا. ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي وادي ابو تريكا. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن النادي تلقى خطابا رسميا من الجهات الأمنية للتأكيد على إقامة مباراة الأهلي والترجي على استاد برج العرب يوم 4 مايو المقبل بحضور 15,000 متفرج في أولى مواجهات الفريقين في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وكانت لجنة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد قامت بمعاينة الملاعب التي حددها الأهلي لاستضافة مبارياته الافريقية، ومن بينها ملعب برج العرب والذي تقرر إقامة مباراة الترجي عليه بشكل رسمي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى نهائي الحلم، نهائي الشامبيونز ليج. الترجي الرياضي التونسي يلاقي الشقيق المصري النادي الاهلي في اطار لقاء الاياب السكند ليج من اجل الشامبيونز ليج الافريقي. سيد حمدي خطيره جدا، السيد حمدي والهدف الاول، والهدف الاول النادي الاهلي عن طريق ناجي جدو. وكره خطيره وكره من وليد سليمان والهدف الثاني. مبروك للنادي الاهلي كاس السابعه في السجلات الاهلاويه. ما زلنا مع اخبار مباراه الاهلي والترجي، حيث تقرر ان تصل بعثه الفريق التونسي الى الاسكندريه يوم 2 مايو المقبل استعدادا للقاء. وتلقى فريق الترجي صدمه بعد تاكد غياب اللاعب الجزائري يوسف البليلي، حيث قال طبيب الفريق التونسي ان البليلي يعاني من اصابه لن تمكنه من السفر لخوض اللقاء. ويذكر أن الأهلي حامل لقب البطولة 8 مرات يقع في المجموعة الأولى رفقة الترجي التونسي وكامبالا سيتي الأوغندي وتاوتشي برولرز البوتسواني. أكد غياب سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأسيوطي في دوري 8 لبطولة كأس مصر. وكان الجهاز الطبي قد أكد أن سعد سمير يعاني من كدمة شديدة في الركبة
وفقا للتشخيص المبدئي الذي ظهر بعد مباراة الزمالك الأخيرة التي غادرها مدافع الأهلي مصابا، وخضع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم لفحص طبي اليوم السبت على هامش المران الجماعي للأهلي على ملعب التتشيب بالجزيرة. انتظم علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الأسيوطي يوم الاثنين المقبل على استاد السلام في دور الثمانية ببطولة كأس مصر. وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة بمعلول في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري العام، حيث يرغب في تجهيزه لمواجهتي الأسيوطي والترجي. وأكد الجهاز الطبي جاهزية معلول بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب تونس في ودية كوستاريكا. أكد غياب وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن لقاء الأهلي والأسيوطي بسبب الإصابة. وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن اللاعب مستمر في أداء برنامجه التأهيلي ومن الصعب لحقه بمباراة الأسيوطي، لا سيما أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري يرفض التعجل في عودة اللاعب حرصا على سلامته. وأوضح الجهاز الطبي أن وليد أزارو يجري تجهيزه للحاق بمباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا على أن يتحدد موقفه من النهائي من المشاركة في التدريبات واللحاق بالمباريات خلال الأيام القليلة المقبلة. عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مع لاعبي الفريق اليوم السبت قبل انطلاق المران الجماعي. وشدد البدري خلال الاجتماع على أهمية المرحلة الحالية التي تشهد ارتباطات مهمة للأهلي تبدأ بمواجهة الأسيوطي في كأس مصر والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا. ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لغلق صفحة مباراة القمة الأخيرة مع لاعبين للتركيز في مباراة الأسيوطي المقبلة والمحدد لها الاثنين المقبل ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.